السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضرات الرياضيات الثالث المهني، ووصلنا اليوم إن شاء الله أولى محاضرات الفصل الرابع اللي هو التكامل. التكامل شو يعني بطلابي؟ التكامل أعني به هو إرجاع المشتق إلى الدالة الأصلية. يعني شنو؟ يعني هو عكس التفاضل. رمز التكامل هو إس، هذا رمز التكامل. وياي يعني هسه انت من خلال هذا التعريف شفتهمت به، راح افهم لك اياه على شكل رموز. احنا عندنا الداله مالتنا الاصليه اللي هي اف اكس، فرضا الداله الاصليه اللي احنا اخذناها خلينا نقول اكس اس 5، لما اشتقيناها صارت اف فتحه اكس. شلون اشتقها؟ تذكر هاي داله اسيه، نشتقها 5 اكس اس 5 ناقص 1 وتساوي 5 اكس اس 4، صح؟ هذا احنا كنا نشتغلها هيك بالاشتغال، صح؟ التكامل شنو شغلته؟ التكامل شغلته ارجاع هاي الداله الى الداله الاصليه، هذا هو التكامل، عكس المشتقه. اذا التكامل هو ارجاع المشتقه الى وضعيه الداله الاصليه. وياي الرمز مال التكامل هو بهالصوره، الرمز مال التكامل بهالصوره. والتكامل طبعا انواع، تكامل محدد، تكامل غير محدد، ان شاء الله بالمحاضرات الجايه نحكي عنه، لكن اليوم راح ناخذ اولى موضوعاتنا اللي هو الداله المقابله. الداله المقابله يا ولد، الداله المقابله شلون اعرف انه هاي الداله تقابل هاي الداله؟ بيها شروط. حتى تكون الداله مقابله يجب أن تكون بها مجموعة من الشروط. وياي الدالة تكون مقابلة بحالات. أول شيء يجب أن تكون الدالة المقابلة تكتب capital F capital X، تكون مقابلة ل F small X إذا تحققت الشروط. أولا يجب أن تكون الدالة F capital شبيهة مستمرة على الفترة اللي هي الفترة المغلقة أي فارزة بي. هسه راح تسأل شنو هاي؟ كل شيء في وقته يا ابني، خل أوصلك إلى نقطة بعدين أفهمك على كل شيء. اثنين، تكون الدالة يعني أول شيء قلنا مستمرة، حتى تكون الدالة المقابلة يجب أن تكون مستمرة على الفترة. اثنين، تكون قابلة للاشتقاق. ثلاثة، تكون مشتقتها تساوي المشتقة، يعني مشتقة الدالة المقابلة مشتقتها تساوي المشتقة اللي تنطيك إياها بالسؤال. لما تتحقق هاي الشروط إذا نقول الدالة مقابلة. قانون الدالة المقابلة شو يساوي لنا؟ انتبه عليه، قانون الدالة المقابلة F capital X، انتبه عليه، F capital X يساوي تكامل FX DX، يساوي تكامل FX DX. طبعا هذا دائما DX شو نعبر عنه؟ نعبر عنه بالرمز C، نعبر عنه عن هذا DX نعبر عنه بالرمز C. هذا C شو يمثل؟ يمثل ثابت التكامل، ثابت التكامل، اوكي، ثابت التكامل. هاي ابني هاي الدالة المقابلة، شروط الدالة المقابلة. زين، شروط الدالة المقابلة، هسه ناخذ مثال رقم واحد. المثال رقم واحد هو راح يبين لنا بصورة اوضح. المثال شو يقول ابني؟ اذا كانت الدالة منطيك اياها اف سمول اكس يساوي لنا 5 اكس اس 4، فجد الدالة المقابلة. قلنا شو نسوي؟ أول شيء الدالة اللي هو منطيك إياها. زين، أنزل قانون الدالة المقابلة F capital X يساوينا تكامل F X DX. زين، هسا F capital X يساوينا التكامل، أنزل بمكان ال F X الدالة اللي هو منطيك إياها. إذن بين قوسين 5 X أس 4 DX. هسا إذن F X يساوي شلون اكامل ابني؟ قلت لك التكامل عكس التفاضل. شو اسوي؟ بمكان ما انقص الاس واحد ازيده واحد. يعني ايش راح يصير؟ ايش راح يصير بابا؟ مو هو 5 اكس اس 4، راح يصير 5 اكس اس 4 زائد 1 ايش قد؟ 5 على 5، يعني 5 اكس اس 5 على 5. تختصر هاي الخمسة على 5، اذا الدالة المقابلة يساوي لنا اكس اس 5 زائد سي، اللي قلت لك عبرنا عنه بثابت التكامل.
بمكان الدي اكس عبرنا عنه شنو بالسي. اذا هسه شلون عرفت هل هذه الداله مقابله؟ اجي اشتقها، طلع مو طلعت لنا اكس اس 5، اذا اشتقتها من جديد ايش تطلع؟ تطلع لنا 5 اكس اس 4. 5 اكس اس 4 مو نفسها هي هاي الداله اللي منطينيها بالسؤال؟ بما ان تحققت هذا الشرط اذا نقول هذه الداله اذا هي تعتبر داله مقابله، لان لما اشتقيناها طلعت نفس الداله الاصليه. إذا تحققت بها شروط الدالة المقابلة.